خلونا كمان نروح بقى للطقس. يمكن النهارده الجو كان احسن شويه من امبارح. جو امبارح تلج كان، يا نهوان، لا جو كان احسن تلج، من الواحد امبارح جاي يعني. متلج النهارده النهارده. احنا جايين احسن من امبارح. لا امبارح كان، خلينا على كل حال نشوف مع حضراتكم درجات الحراره معاكم. نشوف درجات الحرارة واضح ان القاهرة. النهارده في مطر بقى. 17/9، 17/9 بس واضح ان في يعني ممطره. واسكندريه 16/8، مرسى مطروح 15/9، الغردقه 16/9. طبعا كل يعني خبراء الارصاد الجويه بيقولوا انه في احتماليه سقوط امطار. احنا شفنا امطار خفيفه النهارده، وامبارح كان في مطر كمان، ففي احتماليه النهارده خلال الساعات اللي جايه سقوط امطار. نروح نشوف شرم الشيخ 17/11. الجميل او الغريب ان شرم الشيخ الجو مشمس جميل هناك. الاسماعيليه 16/7، في احتمالية سقوط أمطار كمان. بورسعيد 14/9، السويس 17/7. نروح للصعيد، الصعيد الدافي 17/4، سوهاج 17/7، الأقصر الجو جميل فيها 19/8، أسوان المشمسة الدائفة الدافئة الجميلة 19/9، الجو مشمس هناك في أسوان. نروح مع بعض العريش 14/7، طبعا في احتماليه سقوط امطار. على فكره يعني احتماليه سقوط الامطار في كافه السواحل، يعني البحر المتوسط على البحر الاحمر. نخل 14، العظمى الصغرى 3، طابه 15/5، طور 16/10، والجو غائم هناك. كاترين بقى نهاوند 5 العظمى، والصغرى 0 0، يعني غريبه الدنيا هناك. احنا وصلنا كده حد الصقيع زي ما بيقول. مرسى علم 17/10، شلاتين وحلايب زي عادتها دايما معانا، الجو مشمس جميل. شلاتين 21، 12 حلايب 19/14. نروح اخيرا كده للدلتا ونشوف الدلتا. الدلتا وسط الدلتا عموما 18/12، الجو غائم، في احتماليه سقوط امطار. دمياط 15/9، الجو غائم. الفيوم البلطيم 15/8، الفيوم الجو هناك جميل ومشمس 17، لكن بالليل الجو يعني برد شويه، الدرجه الصغرى 6. بس يعني مشمس وده المهم. دي اه